استضافة الأستاذ عبد الرحمن العويس. أستاذ عبد الرحمن بالبداية أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شرفت بحضرتك. بالعكس نحن متشرفين فيكم ويا مرحبا بكم والله. أهلا وسهلا. أستاذ عبد الرحمن خلينا بالبداية يعني نتعرف بشخصك الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. عبد الرحمن العويس من هو؟ عبد الرحمن العويس من إمارة الشارجة من منطقة الذيل. أنا بداياتي كنت في المنطقة العسكرية الوسطى، كملت فترة، أخذت دبلوم إلكترونيات، خلصت منها رجعت وعملت في شرطة الشارجة فترة، وانتسبت على جامعة عجمان ودرست كمبيوتر ساينس ولله الحمد. بعدين تفرقت حق أعمالي اليوم عم نحكي عن فكرة غريبة موجودة شوي، يعني مش غريبة بس هي متاخدة من مجموعة أفكار. عم نحكي عن افتتاح مول بمدينة الذيل، فأنا بدي تحكي لي هالفكرة، يعني أنا ما بدي أخرب على المشاهدين، بدي أنت تحكي لي شو هالفكرة ومن وين إجت ولوين وصلت. حقيقة الأمر صراحة أنا أشكر الأستاذ مجيد عبد الرزاق، لأن حقيقة هو اللي صاحب الفكرة وهو مطلع دائما، وبعدين هو مزرعته في منطقة الذيل، فهو يعشق الذيل ويبغي ينجز في الذيل شيء خيالي، شيء يعني إبداعي بصراحة. فاستغلها. كانت هي مزرعة في بداية الأمر، ولكن الحمد لله كان فضل يعني من قبل 10 سنوات تقريبا الحكومة حولت جزء من المزرعة إلى تجاري. سبحان الله، هذا نصيب، فكتب له نصيب في هالفكرة، فحط في بال التجاري شو بيحولها، هل بيحولها سكني، هل بيحولها بنايات. والرجل ما شاء الله عنده أفكار كثيرة، لأنه رجل مطلع ويحب الثقافات، وكثرة السفريات ماله أعطته طابع، هي أعطته أفكار جديدة. وبعدين عندك ما تنسين القرية العالمية اللي في دبي، فيها أفكار وساعدته في التجمع، هذا جمعت كل الأفكار هاي، فسوى نظام عالمي، أنا أسميه نظام عالمي وتسوق عالمي بيكون في منطقة الذيل. الحمد لله. بدي أوقف شوي. هلأ الفكرة كانت هي عبارة عن وجود مزرعة تحول جزء منها لشيء تجاري ولنشاط تجاري، فاستغل به بهالفرصة لتحويلها لمركز تسوق. بالضبط، مركز الذيل العالمي للتسوق. طبعا نحن نتسوق يعني. هو بدي تحكي لي اكثر عن هالمركز، شو بيضم وشو هي الافكار اللي انشملت داخل هذا المركز؟ والله هو افكاره اكبر عن هذه، لكن نحن بنتكلم عن الافكار الموجوده اللي نحن نشوفها يعني. وحولها الى نظام قرى، يعني عندك قريه ايرانيه، قريه تركيه، عندك قريه مصريه، يعني قريب للقرية العالمية. لا، أفكارها ثانية تكون، لأن هذه في منطقة الذيل نحن عندنا ما عندنا يعني مركز يجمع العائلة في مكان واحد. هني العكس، هني ممكن حتى الصيف والشتاء ممكن العائلة تستانس هني في المنطقة، يعني هاي بيكون مفتوح صيف وشتاء، وفي نفس اللحظة مسوي لهم بعد أمور خارجية أكثر أفضل من هي. طبعا انت عندك مركز تسوق، في نفس اللحظه في عندك برا حديقه فيها انواع من الحيوانات، ممكن الاطفال يستانسون فيها، اللي بتتعشى العائله بتتعشى على المطاعم، في مشرفين على الحدائق على الحيوانات، شيء خيالي بصراحه. انا اقول لكم شيء خيالي وانا متاكد من هالشيء، لاني انا اشوفه بعيني. يعني هو المشروع قريبا راح يجهز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اذا مشت الامور مثل ما هو يبغيها الاستاذ مجيد، ان شاء الله خلال 2 إلى 3 بالكثير يعني، لكن ان شاء الله هو يحاول اسرع يعني، لكن ان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله ان العمل هذا يطلع سريع، لان الناس يعني انا متاكد ان العوائل اللي في الذيل بتستانس، بيستانسون كثير مش موجود، ما فيه اماكن للتجمعات العائليه، ومكان حيشمل مجموعه من الحدائق بلس اماكن للتسوق بلس انه ثقافات مختلفه. انت عم تحكي في قرى كالقريه الايرانيه، كالقريه التركيه، مجموعه من قرى عالميه موجوده داخل مركز تسوق واحد، فهذا بجمع يعني. لكن لا تنسي الذيل منطقه وسطى،
نحن عندنا من المدام، عندنا من مليحة، عندنا من يعني من مناطق يعني أخرى بعد. إيه نعم، إمارات الثانية، عندنا كدرة، عندنا شوشة، عندنا من كل المناطق. يا مرحبا بالجميع، لأن هذا مركزهم هم، هذا مسوي عشانهم. الإمارات أستاذ عبد الرحمن قد كان لها فضل بهاللي عم تعملوا اليوم؟ والله شوفي، الإمارات دائما هي سباقة في الفضل، يعني نحن ما عملنا منهم ما نقدر نوصل أو نوصف دولتنا أصلا، لأن الإمارات فوق كلها الاعتبار. هذا كله هذا التسوق جزء منها، نحن نبغى نخدمها أكثر وأكثر لأنها تستحق أكثر منها. أكيد طبعا، وبدنا رسالة من القلب وكلمة شكر لهالبلد ولقادتها. شو بتقول اليوم عبر شاشتك؟ والله صراحة نحن نتشرف شيوخنا الكرام على كل الأمور اللي قاموا فيها صراحة. صحيح. الله يعطيهم الصحة. آمين يا رب، مو مقصرين في شيء. ونتمنى ونتشرف بحاكمنا، حاكم إمارة الشارقة اسمه الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، أن نتمناه أنه يشرفنا في الافتتاح إن شاء الله. وكل الشكر للجميع، وجزاكم الله خير.